أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 23 يناير للعام 2023. وفي هذه الجولة، جولة السودان، تجري لقاء مع شيخ مشايخ معسكرات النازحين واللاجئين الشيخ إسحاق حول الحريق الذي اندلع أمس بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور. وأيضا المحامية إيمان حسن، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل العميد بريمة، تطلعنا على آخر تطورات سير المحاكمة. والبروفيسور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق، يتحدث حول الغموض الذي يكتنف مؤتمري العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري. والنقابية دكتورة بوسينة خرساني، عضو مكتب النقابات بالحزب الشيوعي السوداني، تتحدث عن الإضرابات المتزايدة التي تشهدها الساحة السودانية وأثرها على الناتج القومي. ونختم جولتنا من منطقة ميري برة الخزان بولاية جنوب كردفان مع الأستاذ ظلال حبيب الله بخيت، مدير تعاون محلية كادوغلي الكبرى، حول الدورة التدريبية التي تنظمها الولاية لصغار المنتجين. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار. أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2023. مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين في هجوم مسلح على ركاب بص سفري داخل كادوغلي بولاية جنوب كردفان. عودة مدير الخدمات الصحية في محلية دلامي بولاية جنوب كردفان بعد يوم من اختطافه على طريق كادوغلي الدلنج بواسطة مسلحين، وقمود يكتنف الحادث. الدكتور الهادي إدريس يعلن عن ورشة السلام ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية في مطلع فبراير المقبل، ويكشف عن جهود لإقناع الممانعين. رئيس الجبهة الثورية يكشف عن تفهم الآلية الثلاثية لمشاركة دولة جنوب السودان في ورشتي السلام وشرق السودان. العمدة آدم بوش يحذر من خطورة الوضع الأمني بشمال دارفور جراء تجمع أكثر من 1000 موتر للميليشيات في منطقة كورا بمحلية طويلة. سلطان دار مساليت يكشف عن تردي الأوضاع الإنسانية في قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور المتأثرة بالهجوم، وتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين. حريق هائل يقضي على 29 منزل، وكميات محاصيل الفول والذرة والممتلكات في سنتر واحد بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. حزب الأمة القومي يبحث مع السفير الأمريكي قضايا التحول المدني الديمقراطي ورؤية الحزب لتحقيق الاستقرار الديمقراطي في البلاد. أمينة شؤون النازحين واللاجئين بحركة العدل والمساواة تطالب بضرورة الإسراع في عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون ذلك. المؤتمر الشعبي يبحث مع السفير البريطاني بالسودان جايلز ليفر تطورات الانتقال الديمقراطي في البلاد، ويعلن رفضه لأي دعوات لإقامة منابر خارجية بديلة للاتفاق الإطاري. هيئة محامي دارفور تدين قتل النازحة نوال إسماعيل والتعدي الجنسي عليها، وتطالب بملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعتزم الإعلان عن مجالس الأحياء التشريعية في قضون الأيام المقبلة وصولا إلى تشكيل المجلس التشريعي. المتحدث باسم لجان المقاومة بمدينة الخرطوم أحمد عصمت يعلن التوقيع على النسخة النهائية من الميثاق الثوري لسلطة الشعب خلال يومين. تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تعلن عن موكب إلى القصر الجمهوري يوم الثلاثاء لإسقاط التجويع. هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه تكشف عن استئناف وشيك لجلسات المحاكمة بعد إعادة الملف من محكمة الاستئناف. فريق طبي أسباني يقدم مشورة طبية ل 120 من مصابي ثورة ديسمبر بمبادرة كريمة من الاتحاد الأوروبي. إلى اللقاء.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الذي يأتيكم من راديو دبنجا، والبداية من معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، حيث اندلع حريق ظهر أمس بمعسكر كلمة مما أدى إلى خسائر فادحة في الممتلكات النازحين داخل المعسكر. جولة السودان التغت شيخ مشايخ معسكرات النازحين واللاجئين في حوار أجراه معه الزميل حسين أبو الشراتي ليطلعنا على الخسائر التي لحقت بالنازحين بسبب اندلاع الحريق الذي شب بالمعسكر ظهر أمس. مرحبا بك. إذاعة راديو دبنجا يستضيف شيخ معسكر كلمة والشيخ مشايخ معسكرات النازحين واللاجئين الشيخ إسحاق. الشيخ، بخصوص الحريق التي وقعت لنازحي معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، الشيخ إسحاق كده دين التفاصيل فيما جرى بالنسبة للحريق بالمعسكر، تفضل. بالنسبة للتفاصيل حتى كان عميسة حوالي 4:30 تقريبا إن شاء الله في معسكر كلمة سمسر واحد وتم حريق يعني عدد كمية كبيرة من البيوت حوالي 17 منزل ودمرت تماما، والمواد اللي كان عندها من المشمعات والحاجات المكتملة في كل المنزل ده اتحرقت تماما، والمواد اللي عندهم البسيطة الأشياء البسيطة والفول البسيطة كله اتحرقت تماما. نتمنى الجهات المعنية ليقوموا عشان على الأقل يساعدوا المضررين الموجودين في معسكر وسنتر واحد في معسكر كلمة سنتر واحد، يعني ضرر كبير جدا، ونتمنى لكل الجهات الإنسانية لتقديم العون والمساعدات للإخوة إن شاء الله بإذن الله. ونتاري برضو لجهات التحقيق عشان على الأقل برضو يعني يقوم المنظمات الموجودة يعني برضو في ناس تقريبا يعني برضو يقوم عشان على الأقل الإسهاب الزيدة برضو إن شاء الله يقوم يعني بإذن الله إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا شيخ معسكر كلمة وشيخ معسكرات النازحين واللاجئين الشيخ إسحاق رئيس معسكر كلمة بالولاية، بارك الله فيك. إذاعة راديو دبنجا يستضيف ممثل شباب بسنتر واحد معسكر كلمة ولاية جنوب دارفور حمدان آدم عيسى بخصوص الحريق التي شبت في معسكر كلمة سنتر واحد. كده يا أستاذ حمدان، كده أدينا التفاصيل الآن، وضع بالنسبة للنازحين والقطاع كم اتحرق، وبالنسبة للممتلكات، وبالنسبة للموسم والحاجات دي، كده أدينا تفاصيل، تفضل. مرحبا بك إدارة الدبنجا والمراسل إدارة الدبنجا. فالحصل الحريق امبارح حوالي الساعة 3:30 تقريبا، فالحريق كان يسبب انحراق منزل واحدة، فأدى إلى عدة منازل وانحرق، اندلعت بدوافع كثير جدا، فسبل الشوارع وحتى كان معسكر أهو أسم الشوارع حتى ضيقة، فالحريق أدى إلى عدة منازل 29 منزل تقريبا. من المحاصيل الزراعية من الفول السوداني هو 1480 شوال و 612 شوال زرعة، وممتلكات المنازل كلها اتحرقت. فالحمد لله انه ما في خسائر في الارواح، لكن الممتلكات في المنازل ما عادين تم فيها حاجة، كل البيوت اتحرقت تماما. فالآن الناس قاعدين على الآراء، ونقض من التطور الإنساني والناس الرعاية الاجتماعية ومدينة حق المحلي، فنتمنى إنه يعني يحاولوا إنه يحق الناس ذل. فالآن يعني الناس في جدة زي ما قال في جدة حرجة جدا جدا في كل الظروف معطاوية، فدي رسالتنا لإدارة الدبنجا، فإني بعضكم إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا رئيس شباب سنتر واحد بمعسكر كلمة ولاية جنوب دارفور الأستاذ حمدان آدم، شكرا، بارك الله فيك. ومن معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور ننتقل إلى ولاية الخرطوم، والتي شهدت محاكمة المتهمين بقتل العميد بريمة. المزيد حول سير هذه المحاكمة، جولة السودان استضافت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين إيمان حسن لتطلعنا على آخر مستجدات محاكمة المتهمين بقتل العميد بريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بخصوص المستجدات الحاصلة بالنسبة لقضية سوار بلاغ مقتل العميد بريم عليه رحمة الله توباك ورفاقه، الثابت أنه طبعا تم استئناف القرار الموجه من قاضي محكمة الموضوع بفتح بلاغ في مواجهة أمر السجن اللواء مدير سجن كوبر لمخالفة المادة 90 من القانون الجنائي. تم استئناف هذا القرار لمحكمة الاستئناف بواسطة وزارة الداخلية إدارة الشؤون القانونية، وصدر القرار بالمتابعة، وتقدمنا بطلبات استعجال
إرجاع الملف لمحكمة الموضوع، لأنه أساسا ما المفروض يشال كل الملف، وحصل خطأ في الحاجة دي ونحن طبعا تكلمنا فيها، وإن شاء الله حننبه المحكمة اللي قدام عشان ما تقوم تدارك الحاجة دي، لأنه دي إجراءات ما عندها علاقة بإجراءات الدعوة الأصلية اللي هي سماع الشهود، والمتهمين هسه عطلوا في الإجراءات دي. الثابت إنه الملف طبعا طلع فيه قرار وبالمتابعة والطباعة والتوقيعات وكل شيء، لغاية ما تم إرجاعه لمحكمة الموضوع في الأسبوع الماضي. في بالمراجعة اتضح انه في خطأ طباعي في الترقيم بتاع الرقم بتاع السنة بالنسبة للاستئناف، فتم ارجاع الملف من محكمة الموضوع لمحكمة الاستئناف لتصحيح الخطأ، واستغرق 3 يوم تقريبا، والآن بالمتابعة الورق الآن مشى لمحكمة الموضوع. ان شاء الله احنا هنا لغاية بكرة بنعرف نحدد الجلسة، وإن شاء الله نواصل في سير الإجراءات قدام محكمة الموضوع، وتكمل السماع مواصلة السماع المتحري شاندينا في المناقشة بالنسبة لممثل المتهم الأول اللي هو أنا، وبنوريكم بكل المستجدات. إيمان حسن عبد الرحيم المحامي، شكرا لك. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، ونبقى في ولاية الخرطوم، حيث أعلنت الحرية والتغيير في وقت سابق أن الأسبوع المقبل سيشهد بداية عمل المجموعات الخاصة بالإعداد للاتفاق النهائي بين الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وبينت أن القضايا 3 موضوع مجموعات العمل ستكون الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإصلاح اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، وأشارت إلى أن القضية 4 الخاصة بالعدالة والعدالة الانتقالية سيتم وضع تصور حولها. وحول الغموض الذي يكتنف مؤتمرية العدالة الانتقالية والإصلاح العسكري، جولة السودان استضافت البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق للحديث حول الغموض الذي يكتنف مؤتمرية العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري. واضح لأي مراقب من مسيرة ما عبر عنه بالعملية السياسية والاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه ما بين مجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير وما بين المكون الانقلابي برئاسة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو في 5 ديسمبر الماضي، إنه هذه العملية وبالطريقة التي يعني تمت بها تعيش الآن مأزق حقيقي، لا يستطيع الذين أقدموا على هذه الخطوة أن يواجهوه بشكل جريء وشجاع. وبالتالي نلاحظ بعد ابتدار ما عرف بالورش حول واحدة من القضايا التي اعتبرت قضايا رئيسية، مسألة تفكيك النظام البائد، وهناك عناوين أخرى متعلقة بالعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية ومسألة السلام واتفاق جوبا وما يتعلق به من التعقيدات وقضية شرق السودان إلى آخره، يعني واضح إنه نتيجة للعجلة الزائدة والغير مبررة لهؤلاء الذين أقدموا على هذه الخطوة إنهم يعيشون المأزق حقيقي نتيجة لهذه العجلة، والعجلة نفسها كانت نتيجة لأنه هذه العملية لم تتم بشكل شفاف، لم تكن مطروحة على نطاق واسع ولا أخضعت لنقاش بين المكونات، حتى مكونات المجلس المركزي بالقدر الكافي الذي يستوعب جميع المحاذير وجميع التحفظات، للرغم من أنه الجميع اتفق على أنه هناك مخاطر حقيقية لهذا المنحة من العمل السياسي، خاصة وأنه يتم مع نفس المكون الذي غدر أكثر من مرة بالتزاماته وبتعهداته نحو التحول المدني الديمقراطي. وعندما كنا في حزب البعث العربي الاشتراكي كجزء من مكونات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي إلى آخره، كنا ندعو باستمرار إلى ضرورة التريث أولا لإنضاج الفكرة ولوضع الضمانات الحقيقية التي تجعل هذه الخطوة تفضي إلى تغير حقيقي في المشهد، إسقاط الانقلاب وإزالة آثاره وكل مترتباته، ومن أهم ذلك أنه التأكيد على أنه 25 نوفمبر هو
انقلاب يمثل جريمة بحق التحول المدني الديمقراطي وبحق الشعب السوداني في تطلعه نحو سلطة مدنية ديمقراطية تحقق له الكرامة الإنسانية والاستقرار والسلام والأمن والعيش الكريم بحرية وفي دولة مؤسسات ودولة عدالة ودولة قانون. لكن العجلة وتسويق يعني هذه الخطوة باعتبار أن هناك تفاهمات قد تمت مع بين بعض أعضاء لجنة الاتصال في المجلس المركزي والمكون العسكري وإنه هذا المكون الانقلابي وإنه هذا المكون أبدأ استعداده وأبدأ جدية وإنه اختلف يعني عن السابق عهده، وكل ذلك هو مجرد أقوال في جلسات في غرف مغلقة يراد أن يبنى عليها مصير شعب ومصير بلد ومصير ثورة عظيمة بهذا المستوى. ومضى يعني مضي مجموعة المجلس المركزي في هذه الخطوة على الرغم من أولا عدم وجود أي ضمان، حتى عندما سئل في أكثر من مرة كانت الإجابة أنه ليس هناك ضمانات، وهناك من ذكر بأنه عجزنا بشكل كامل عن إبعاد البرهان وحميتي عن المشهد السياسي. رغم ذلك أصروا على المضي في هذه الخطوة التي منحت شرعية للانقلاب وجردت أو عفت قادة الانقلاب من جريمة الانقلاب وكل الانتهاكات الكبيرة فيها. وواضح أنه هناك تحت مسمى التفاهمات التزام من هذه المجموعة للمكون الانقلابي بالقفز فوق مسألة المساءلة والمحاسبة عن الجرائم وعن الانتهاكات الكبيرة لا يريدون أن تطرح أو يواجه بها الشعب السوداني لقناعتهم بهذا الموقف. ما كانوا حريصين حتى على طرح هذه الخطوة على قوة الثورة الأخرى، ولذلك هذه العملية تعيش مأزق حقيقي. الآن هناك طرح بتأجيل هذه المناقشات إلى الحكومة القادمة، والورش نفسها التي تمت فيما يتعلق بقضايا تفكيك النظام تمت بشكل انتقائي، وما كان هناك مجال لأصحاب الأصوات المخالفة لهذا النهج من إنها تعبر عن نفسها حتى في هذه الورش، وإنما كانت يعني مسألة أشبه بالمسألة المطبوخة يعني حوار الطرشان يعني في بعض أو كل يسمع صدى الآخر، لأن هناك هدف متفق عليه بين مجموعة محددة أعطت نفسها وسمحت لنفسها بأن ترسم المشهد لوحدها بمعزل عن كل قوة الثورة الأخرى من الرافضين للإنقلاب والساعين لإسقاط الإنقلاب والمتمسكين بأجندة ثورة ديسمبر الحقيقية، سواء قوة سياسية أخرى أو أسر الشهداء أو تكوينات مفصولين أو لجان مقاومة أو لجان نازحين في المعسكرات أو لاجئين في معسكرات اللجوء خارج البلاد أو مجموعات خارج هذا الإطار من مجموعات حاملة للسلاح، سواء مجموعة الحلو أو مجموعة عبد الواحد نور أو إلى آخره. هذه كلها مكونات الثورة المعنية برسم المشهد السياسي للفترة الانتقالية، ولكن المجموعة التي اختطفت هذا القرار وسمحت لنفسها بأن ترسم المشهد هي التي أدخلت نفسها وأدخلت المجلس المركزي والحرية والتغيير في هذا المأزق الذي يشبه الوقوع في الشرك والتأمل في الشباك، والمستفيد الوحيد هو الانقلاب وقائد الانقلاب الذي يتوعد ويتربص بأنه يعني حتى لو تشكلت حكومة مدنية لم تنسجم مع هواهم ومع رؤيتهم فإنهم على استعداد لأن يغيروها بنفس الآلية التي انقضوا بها على الحكومة المدنية السابقة، وهذا مأزق حقيقي. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في برنامج جولة السودان الذي يأتيكم من راديو دبنجا، وفي هذه المساحة معنا دكتور بسين الخرساني عضو المكتب النقابي للحزب الشيوعي السوداني حول الإضرابات المتزايدة التي تشهد الساحة السودانية، حيث قالت دكتورة بسينة إذا الحكومة لم تتدخل للاستجابة لمطالب العاملين فذلك يؤثر على عجلة الإنتاج وهجرة العقول وهذا يوقف عملية تقدم السودان. المزيد في حديثة لبرنامج جولة السودان في راديو دبنجا. نحن ملاحظتنا على الإضرابات دي والسبب بتاعها تقريبا 90%
بتلتقي حول الإيجور وتكاليف المعيشة، واللي هي دي طبعا مشكلة بيعانوا منها الشعب السوداني كله بكل قطاعاته، يعني ناس شغالين ما شغالين بيعانوا من المشكلة بتاعتهم المعيشة المرتفعة الشديد والدخول اللي بتتضاءل قدام التكاليف بتاعت المعيشة. وعشان كده بنيجي لإيش واحد، يعني أول موضوع واحد، وده مرتبط بإنه رأينا المسألة دايرة إعادة نظر في الحد الأدنى لجل لكل الناس، يعني حتى طبعا الفئات المضربة دي مثلا زي المعلمين، مثلا زي ناطق الضرائب، مثلا زي المهددين بالإضرابات برضو أعدادهم كبيرة في كله، سواء كان في العاصمة أو في المناطق برا، يعني هذا غالي. فدي معناه تقتضي طوالي بالحد الأدنى للجور، لأنه ده الحد الأدنى هو بيزيد الناس كلهم، لأنه القضية تكاد تكون واحدة يعني. لكن مع ملاحظة إنه في مفارغات في الجور، يعني في بعض الفئات في من العاملين في مؤسسات مختلفة عندهم جور عالي شديد، وفي الأغلبية الجور المدنية ما عمل حاجة يعني. بما إنه المعلمين مثلا مطالبين بحد أدنى بتاع 67,000، نحن عندنا عملنا المرات نعمل دراسات كده للحد الأدنى للجور حسب الاتفاقية بتاع منظمة العمل الدولية بتاعت الحد الأدنى للجور بتعمله كيف؟ بتعمله لأسرة مكونة من 5 أفراد، الزوج والزوجة والأطفال، بتقوم تشوف احتياجاتهم كلها واحتياجات الأكل والشراب للأسرة والجلوس كل الحاجات اللي بتحتاجها الأسرة في حياتها، العلاج والسنون والمواصلات اللي هي يتضح لنا هي الأيتم كبير جدا، يعني الدفع كثير يعني تعب الناس. فالمهم إنه الحد الأدنى الحددوه المعلمين ده نحن شايفينه بسيط جدا بالنسبة لي. دراسة عملناها قبل 6 شهور تقريبا، والله بحد أدنى شديد، يعني فطور فول صباح بالليل فول، وزي ربع كيلو لحم، مرات ما بنعمل لحم ذات مقطع اليوم للأسرة المكونة من كده اللي هو طبعا 3 أطفال هي المينيمم تقريبا المتوسط بتاع الأسرة بتاعت الأسرة. فترى 250,000 يعني مطلبهم ده بتاع رفع الحد الأدنى للجور 69 ده، يعني مطلب نحن نشوفه دون الاحتياج يعني الفعلي أو ما يكفي فعلا إنه في حد الأدنى معايا أيوة. فدي لما نضبط دي الإشكالية هذه طبعا بيجي كثير تعبان مزات وفئات داخل وخارج المناطق كده المآلات بتاعتها مآلات ما كويسة يعني، لأنه أول شيء بتعطل العمل في وطن دولة بدولة حكومة ذاتها يعني في مدينة الأساسات وبنقل وتعرف أصلا إن هي بتعطل العمل والإنتاج والتسجيل ولا العمل في الأسبوعين العمل هم ذلا تربية بحثية. ونختم جولتنا من ولاية جنوب كردفان وحاضرتها كادوغلي، حيث نظمت ورشة لتدريب صغار المزارعين عبر الجمعيات التعاونية التي نظمها تعاون محلية كادوغلي بالشراكة مع منظمة فيالق الرحمة الأوروبية، وذلك لتحسين الوضع المعيشي وزيادة دخل الأفراد وإنعاش الاقتصاد وصولا للتنمية والرفاه. للمزيد حول هذه الدورة جولة السودان أجرت لقاء مع ظلال حبيب الله بخيت مدير تعاون محلية كادوغلي الكبرى للتفصيل أكثر حول الدورة التدريبية التي نظمتها المحلية. معين الكرام، نحن اليوم في منطقة ميري برا الخزان في دورة تدريبية متعلقة بالجمعيات التعاونية. الدورة التدريبية نحن في شراكة من العام 2021 مع منظمة ميرسي كورب اللي هي فيالق الرحمة الأوروبية. المنظمة بتعمل في توطين صغار المزارعين. البرنامج إنتاجي، يعني كيفية
الاهتمام بشريحة صغار المزارعين، لأن صغار المزارعين هم أنا بعتبرهم إنه هم الشريحة المهمة في المجتمع، لأنه بينه بيغوى الاقتصاد وبتكون في تنمية حقيقية مستدامة. الهدف هسه حاليا تدريب الجمعيات التعاونية كخطوة أولى تتدربوا في ما هو التعاون، تعريف بالتعاون. التعاون هو عبارة عن جماعة شعبية ديمقراطية مستغلة من الأشخاص يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتعاون يعني متأصل فينا من ذي القدم، يعني أي التعاون بيعني الفزع، بيعني المشاركة، بيعني النفير، يعني دي كلها ده التعاون. وحاليا نحن يعني بندرب في الجمعيات، لأن الجمعيات دي تقوم تخدم نفسها بنفسها، وجمعية كل ما كانت جمعية إنتاجية يعني بيكون في وفرة في الاقتصاد، والجمعيات بتعمل من تحسين الوضع المعيشي وبتزيد دخل الفرد، بالتالي بيكون في زيادة للاقتصاد، بقى زيادة الاقتصاد إذا زاد بتكون في رفاهية، بيكون في نماء، يعني بيكون في استقرار. دي من الحياة اللي بيساعد بها التعاون. حاليا يعني كل الدولة متوجهة للجمعيات التعاونية، ونحن من هذا المنطلق بندعو كل الأهل بكادوبلي وما جاورها بشنو بتسجيل جمعيات تعاونية إنتاجية. أنا بقول إنتاجية، هي جمعيات التعاون متعددة الأغراض، يعني جمعيات استهلاكية، جمعيات خدمية، جمعيات إنتاجية، الإنتاجية بشق الحيواني والزراعي. بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.